السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. تحدث مهاجم ناديين الفرنسي أمين جويري عن الناخب الوطني الجديد المقرر أن يقود المنتخب الجزائري خلفا للمدرب جمال بلماضية. وقال جويري إنه لا يعرف اسم المدرب الجديد لكتيبة الخضرة الذي سيستهل عمله بداية من تربص شهر مارس المقبل. وأضاف محارب الصحراء أنه مهما كان اسم الناخب الوطني الجديد فإنه المنتخب الجزائري يملك مجموعة قوية من اللاعبين. وأكد أمين جويري أنه وجميع لاعبي كتيبة الخضر سيعملون جاهدين للتحضير جيدا لخوض الاستحقاقات المقبلة بداية بنهائيات منافسة كأس أمم إفريقيا بالمغرب سنة 2025. ومواصلة للحديث عن نهائيات منافسة كأس أمم إفريقيا، كان نجم ناديين الفرنسية أبرز الغائبين عن المعترك الإفريقي بالكوت ديفوار. وحالت الإصابة دون مشاركة أمين جويري في نهاية كان الكوت ديفوار 2023 التي ودعها أشبال الناخب الوطني جمال بلماضية من دورها الأول في واقعة حدث للمرة الثانية تواليا بنهائيات العرس الإفريقية. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآراءكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.